يلا نبدا بقى التمرينات الصعبه. ها طيب نقفل. دي سهل لسه نشوف مين في مين اشطر يوسف فيه. هنشوف انا ولا محمد اللي شطار او فرح. براني معانا التمرين الصعب. اوقف. نرفع ركبنا كده. شو سكوات. ننزل. برافو. عايز ظهري يكون مفرود وبطني ركبي. افتح رجلك شوية يا محمد. كده؟ اه افتح رجلك كمان. من تحت يا محمد يعني رجليك نفسها. افتح رجلك وسع رجليك. كده؟ ايوه كده برافو عليك. تمام. برافو عليك شاطر. نثبت على رجل واحدة. رجل الثانية. نطلع. مش عايز حد يتعب النهاردة خالص. اتفقنا؟ ننزل. نفرد. ون بوش اب. نرجع تاني. هو انت عملتي الجري يعني بتعمل مين فينا سريع؟ ها بوتكيك تاني. ريدي جو. ونبوش اب. نرجع تاني. ها مين يقدر ينزل ويعمل ونبوش اب ويرجع معايا ويعمل جري في المكان؟ ها ريدي جو. ها برافو. ها برافو 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 عشان يوسف في شويه كرش كده عايزين نشيلهم. جو. ها 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 برافو. تمام. ها جامب جامب كنا بنوط الحبل. جامب دريبل. واو جامب. برافو يا يوسف شاطر. دريبل. واو جامب. برافو. دريبل. ريح ناخد نفسنا. حرك رجلينا. برافو عليك شاطر. ايوه كده. ها حاسين بالنشاط؟ نقعد على الارض. نقعد على الارض. حط ايدينا كده. واحد. تعالى يا فرح انا سايباك يا حسين بس لبسك لا يسمح بالرياضه النهارده. ثلاثة. برافو. أربعة. هم يلعبوا واحنا نقعد. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. ثبت رجلينا. واحد. نرجع تاني لحد ركبنا. برافو. اثنين. نرجع تاني للركب. ثلاثة. هايل. أربعة. برافو يا محمد. برافو يوسف جدا. خمسة. ستة. هايلين والله. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. بوش اب. ها لو هي بصوا عليا لو هي صعبه اللي احنا نعملها اللي هو البوش اب العادي ده تمام ممكن نحط ركبنا على الارض. اوكي لو دي سهله بالنسبه لكم ممكن نعمل واحده بس ودي طبعا مش هتعرفوا تعملوها. يلا بينا. ريدي. طبعا مش هتعرف تعملها. واحد. هنعمل خمسه بس. اتنين. برافو. ثلاثه. برافو راجل. أربعة. بطل. خمسة. نكمل. نكمل خمسة كمان. ريدي جو. ستة. راجل. سبعة. جامد يا يوسف. ثمانية. تسعة. آخر واحدة رجالة. جو. برافو. أبطال.
والله برافو. ابطال ابطال. ده طبعا ولا حاجه صعبة بالنسبه لتدريبات الجنود والجيش اكيد ولا اي حاجه. بس طبعا شفتوا النشاط بجد والله حسيت التعب صح. انا شخصيا شفتوا اللي احنا عملناه ده. شفتوا اللي احنا عملناه ده. هما بيعملوا بقى قده مثلا ممكن 100 مره. طبعا طبعا يعني مثلا مثلا احنا عندنا فرقه في الجيش اسمها قوات الصاعقه، تسمعوا عنها؟ دول في تدريباتهم عندهم حاجه اسمها اسبوع الصمود. اسبوع الايه؟ الصمود. الصمود، عارفين اسبوع الصمود ده؟ مفيش فيه نوم. مفيش فيه نوم خالص. وبياكلوا بياكلوا بيدوا لهم زي بسكوت. هدولنا ميه يا جماعه. بسكوت. بيبقى بيدي طاقه بس. وبيتمرنوا الاسبوع يعني كله. يعني طول الاسبوع؟ من غير نوم خالص؟ من غير نوم خالص.